أهلا بكم من جديد. يثير انتباه الإنسان دائما الصوت الجميل أو الرخيم أو الندي أو العذب أو القوي، فالفنان الذي يملك صوتا جميلا يكون محل اهتمام المستمعين. وفي الجزيرة جيل من الإعلاميين مشاهير وراء الكواليس تمكنوا من الاستحواذ على قلوب وآذان المستمعين من خلال أصواتهم التي باتت مألوفة لدى متابعي الجزيرة، سواء في التقارير أو البروموهات. يسعدنا في هذا الجزء من تغطيتنا ضمن احتفالات الجزيرة أن نستضيف اثنين من أشهر الأصوات التي تروج للجزيرة وبرامجها. يعرف مشاهدو الجزيرة صوتيهما عن قرب، فهما من المشاهير ولو من وراء الكواليس. معنا في الاستوديو الإعلامي الأستاذ فاروق القاسم، والإعلامي والفنان الأستاذ سالم الجحوجي. أهلا بكم معنا، كل عام وكل عيد جزيرة وأنتما بخير. أستاذ فاروق، صاحب البروموهات الشهيرة في الجزيرة، وكنت أول من قدم برومو للجزيرة عام 1996، كيف تتذكر هذه الأيام؟ والله يعني صراحة أتذكرها كما لو أنها أمس، يعني فعلا 20 عاما. يعني من المفروض أنه الواحد يعتقد أنه هذا زمن طويل، يعني في أعماق التاريخ، لكنني بالنسبة لي أشعر وكأنه أمس، شيء غريب. يعني أنا ما زلت أذكر يعني اليوم الأول اللي انطلقت فيه الجزيرة، والنشرة الأولى والبرومو الأول، يعني فعلا والله كما لو أنه أمس. كيف كان أول برومو؟ أول برومو كان إيه؟ تتذكروا؟ أتذكر كان يعني شيء للسياحة عن بأستراليا. أنا لن أنسى ذاك اليوم، كان عن أستراليا، شيء عن السياحة في أستراليا، بس لم يكن يعني عن السياحة أو الترويج، لكن كان شيئا عن جمال أستراليا كما أتذكر. طب على مدار 20 عاما قمت بالعديد من البروموهات، قمت بأدائها، أقرب برومو قريب إلى قلبك وإلى المشاهدين أيضا؟ يعني هو صراحة كل بروموهات الجزيرة معظمها تقريبا قريتها، بس لكن على الإطلاق أشهرها الاتجاه المعاكس وبلا حدود، شاهد على العصر من واشنطن، هذا برنامجي في العمر. يعني بلا حدود وشاهد على العصر واتجاه المعاكس في العمق، كل تقريب برامج الوثائقية، كل بروموهات لم يكن هناك شيء محدد. يعني لكن أبرز اثنين على الإطلاق هما الاتجاه المعاكس وبلا حدود، وأيضا شاهد على العصر. سنعود لنستمع إلى برومو منك بعد قليل. أستاذ سالم، فنان، مخرج مسرحي، مخرج دوبلاج، بدأت مع عدنان ولينا إلى أن أصبحت الصوت المميز لقناة الجزيرة، كيف كانت الرحلة؟ هي رحلة الصوت بدأت في 95 عندما كنت في مصر المسرح القومي. فسبحان الله، أنا كان ممثل مسرحي ومخرج مسرح، ولكن عندما اكتشفت أنه أحد الأساتذة هناك يعطي تدريبات في الصوت وإلى آخره، فاتجهت للصوت. ومن يوم طبعا قبلها كنت مذيع في إذاعة المكلف حضرموت سنة 73 74 75 كنت في مصر إلى يناير 76، منها بدأ الصوت شغلي الشاب. فرجعنا على إذاعة عدن ولم أفارق المسرح، ولكن ظل الصوت هو لندني، يعني إلى أن التحقت بالدراسة الأكاديمية في الكويت. أول ما تخرجت على طول للتدريس في معهد الفنون الجميلة بعدن، أدرس مسرح وصوت وإلقاء 9 سنوات الحمد لله. بعد هذه أهلتني
ان شاء الله نكون احد اساتذه الصوت في مركز الجزيره للتدريب حاليا. فتره الكويت كانت يعني مليئه بالانشطه بالدوبلاج، عندنا ولينا وبشار والهوسي وصفصو، يعني كل انواع الصوت الجميله هذه. ايضا كان في ذيك الفتره كان موجود المخرج الجميل احمد سالم، عملنا معه نافذة على التاريخ، كان النشاط كله يعني خلانا أحب الصوت، يعني هو والمسرح يمكن يكاد يكون الاثنين في نفس الوقت. أستاذ سالم، شعورك عندما أصبح صوتك أشهر منك، يعني يعرفون صوتك ربما الكثير ولا يعرفونك شخصيا، هل هذا يزعجك؟ لا أبدا، بس والله أنا يعني اندهشت انه لهذه الدرجه. مثلا كان برنامج قعدنا ولينا يبدو انه كان ما في كان ساتلايت ولا شيء، كانت هي قناه واحده وكان اجباري كان يشوف، فاكتشفت انه له جمهور غير عادي. يعني اتتني رسائل من الاف الناس اللي يقول لي احنا تربينا على صوتك، واللي يقول لي ما زال صوتك يعيش معنا ومن هذه ال، فحتى شعرت انهم كبرونا في السن، يعني انا ما زلت شباب يعني. ما شاء الله، البركه اكيد شباب دائما. يديكم الصحه والعافيه استاذ فاروق. لو نستمع منك بعض البروموهات الشهيره والقريبه الى قلبي. فقط للتنويه بس، يعني انا قبل يعني المجيء الى قطر في 96 كنت مذيعا في هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي، ف يعني اذا كنتم تسمعون سابقا هنا لندن القسم العربي بهيئه الاذاعه البريطانيه، اشرط الاخبار يقراها فاروق مؤيد القاسم. فهذا صوت يعني كان قبل ما لا يقل عن 10 اعوام، ويعني لكن الاذاعه تبقى يعني غير التلفزيون، يعني الحمد لله اصبحنا معروفين واصبح صوتنا يعني منتشرا في كل اصقاع الدنيا بفضل الجزيره. صحيح. انت تريد الان شيئا من البروموهات، ساعطيك شيء يعني فقره بسيطه من الاتجاه المعاكس. ألم تمارس ميليشيات الحشد الشعبي العراقية أبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية وبنفس طائفي مفتوح الاتجاه المعاكس مباشرة الثلاثاء 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة؟ بلا حدود هذا الأسبوع، بلا حدود آفاق واسعة للحوار مع المسؤولين والخبراء وصناع القرار. من واشنطن حديث في العمر، برنامج الشريعة والحياة، شاهد على العصر في الأوقات التالية. إبداع. شكرا لك يا أستاذ فاروق. لاحظت أن مؤخرا الكثير يحاولون تقليد هذه البرومات وتقليد هذه الأصوات، هل هذا يسبب فخر لك عندما يحاولون تقليدك؟ بدون شك أكيد شيء رائع جدا، الحمد لله. أن تكون مقلدا أفضل من أن تكون مقلدا، أكيد بالطبع. وهذا ما يميز أيضا صوت فاروق، أن الجميع يحاول التقليد من غير أن يعرفوا الشخص من هو، يعني يحاولون تقليد الصوت فقط. يعني أنت كما تعلمين نحن نعمل وراء الكواليس، لكن مثلا عندما أذهب وأسافر وعندما أتحدث وأسأل عن، يعني مثل ما قال الشاعر، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وفي القرآن إن قال إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا، يعني وضع السمع قبل البصر، فلهذا دائما الصوت هو الباقي، الصورة مختفية لكن الصوت هو الباقي. فتلاقي مباشرة عندما تكون بأماكن وتتحدث مباشرة، يعني مثل ما بيقولوا الإنجليز ترينج زبل، يعني أنه هذا الصوت سامعه، نبرات الصوت مباشرة يقول لك والله هذا الصوت بعرف مش حضرتك فلان. طيب أستاذ سالم، لو نستمع منك أيضا بعض البروموهات الشهيرة، ودعني أسألك بعدها كيف تستطيع تطوير صوتك بهذا الشكل
يعني كيف تأتي بهذه الطبقات الصوتية المميزة؟ هل هنالك نوع من أنواع التدريبات؟ نستمع في البداية. والله أنا لا أحفظ شيء من غير ترتيب، ولو حتى برومو كان قريب إلى قلبي. لندع المشاهدين يتذكرون هذا الصوت. هذا يمكن صحيح. كان في الجزيرة مباشرة أعتقد. نعم. مباشرة مصر. كنت عامل حاجه كده فيها ابو اسم الاسد هذا اللي يطلع على الكورني على مصر ام الدنيا، فاكروا حاجه زي كده فيها مصر ايوه ام الدنيا، وحاجات كده عن الفلاحين وحاجات عن انا للاسف ذاكرتي يعني استاذ فاروق انا ما عندي للاسف حاجه اقولها، لكن هو البرومو من اصعب انواع الاداء الصوتي على الاطلاق. نعم. احنا دائما لما حتى ندرب الشباب في الصوت فنقول لهم دائما في الجمله تاتي هناك مكان او مكانين نعمل عليها ستريس اللي هي الهدف اللي هي مناط القول، لكن البرومو كله ستريس، يعني بدايته مع وسطه مع نهايته وتشويق اكبر حتى يظل المشاهده والمستمع فعلا يعرف ان الساعه 9:15 برنامج مثلا الاقتصاد والناس او البرنامج الوثائقي كذا او برنامج اللي هي اللي غالبا دائما ما اشتغلها فيه. لكن من اهم المهارات استاذ سالم واستاذ فاروق ايضا نفس السؤال هي مهاره اللغه بالتاكيد، يعني يحسب للجزيره كما يقول كثيرون انها استطاعت ان تعيد لغتنا الجميله مره اخرى الى بيوتنا العربيه من خلال البرامج من خلال النشرات حتى من خلال الترويج ومن خلال البروموهات، يعني كيف ترى ذلك؟ هي للأسف يعني لغتنا العربية في فترة من الفترات حتى على مستوى المسرح تفاجأنا في أحد المهرجانات إنه بعض الدول جايبة بلهجتها، يعني فالكل فكان من ضمن القرارات في الندوات إنه نعيد ونلتزم باللغة العربية. الجزيرة بستايلها منذ بداية انطلاقتها أصبحت اللغة العربية هي الحمد لله هي الأساس، وهذا كان احد سر نجاح الجزيره بدون شك ان احترمت لغه الام اللغه العربيه اللغه العربيه الام، يعني نحن لا نتكلم باللغه العاميه كما يحدث مثلا في التلفزيونات وليكن العربيه الاخرى لا نريد ان نذكر. نعم استاذ فاروق، ما هي صفات الشخص الذي يريد ان يكون قارئ للبروموهات والتقارير؟ هل هناك صفات معينه يجب ان تتوافر فيه؟ اختي الكريمه، انا والاخ سالم نعطي محاضرات ودورات بمركز التدريب. نعم. بعمليه ما يسمى بمهارات تركيز الصوت. نعم. او عمليه الالقاء الاذاعي والتلفزيوني. الصوت عبر التاريخ يعني نبرة الصوت واستخدام الصوت، يعني الفارابي مثلا كان إذا يعزف لتشوفي قوة الصوت، كان إذا يعزف مثلا معزوف يضحك الناس، يعزف معزوف ثاني يخلي الناس تبكي، يعزف معزوف ثالث ينيم الناس. فالتأثير الصوت مدرسي من أعمق المدارس في الوجود. في العهد الإغريقي مثلا كان لا يسمح للشاعر أن يصبح شاعرا إلا عندما يتقن ثماني طبقات. نعم. ليش سميت ثماني وهي أكتاف في اللغة الإغريقية القديمة تعني ثماني باللغة، أكتاف هي حرف ثماني. نعم. ولن يصبح شاعرا إلا ما عنده يجي القراءة بالطبقات الثماني، يعني أنت تبدأ بهذه الطبقة مثلا. هناك أصوات جميلة بدون شك لكن طبقة واحدة. نعم. لكن أن تستخدم العرى الصوتية والحبال الصوتية هذا فن اعتمد بالحياة. لا يمكن، أنا بقول لك يعني يمكن، ما بعرف إذا أخي سالم بيوافقني على أنه تصنع من إنسان مذيع. أنت تاخذ تصنع أولا هذه ملكة من الله عز وجل، أنت عندك فريد أطرش واحد، عندك أم كلثوم واحد، موهبة فطرية، يعني وقت الله يعطي عز وجل يعطي ملكة مهما قلدوا يبقوا مقلدين على مدى الحياة حتى لو أجادوا أفضل من الأصلي. لكن هذا مرفوض دائما، هذه ليس إبداع. نعم. الخامة يجب أن تكون والملكة من الله عز وجل موجودة. أوكي، ممكن يعني أنت في تمارين خاصة لعضلات الوجه
للحبال الصوتية هي تمرين، هي عملية مثل التمارين السويدية. يمكن تدريب الصوت؟ هل يمكن تدريب الصوت؟ هو التدريب مفيد جدا، لكن يجب أن يكون ما يسمى بالإنجليزي البيسكس اللي هي الأساسيات. إذا لم تكن هناك أساسيات في خامة الصوت، لا يمكن أنت أن تصنع وتضع خامة في أي إنسان. هذه خامة، أنت ممكن أن تطور هذه الخامة وتجعل منها وتجعلها تصل، لكن لا يمكن أن تصنع خامة. الخامة من الخالق عز وجل هي موجودة. عندنا مرجعية أساسية لو هي القرآن الكريم. نعم بالطبع. من البداية كلما استمر في قراءة القرآن كلما استقام الحرف. نعم كلما استقام الأجزاء. ما هو عملية عضلية، هذه عضلات تدريب. طيب أي. التمارين الأخرى الخاصة بالصوت هي مهمة جدا، اللي هي تمارين التنفس. بما أن الصوت هو هواء، فكيف تقنية الهواء تتعامل معها بالتنفس؟ لا يمكن تكون مذيع وأنت باليوم تدخل لي 50 باكت سيجارة وتشيش 7 حرب مرات طبعا محافظة على مستحيل. هذا تأكيد، لأنه هنا الرئتين وحاجة لهواء وبحاجة للتنفس وبحاجة فإحنا دائما نقوم بتدريبهم هذه الأشياء مقومات الصوت. أستاذ سالم، يعني بعد قليل يبدأ احتفال الجزيرة بعيد الـ20، ماذا تقول للجزيرة بعد 20 عام؟ كل عام وهي دائما في القمة، ولون دائما يقولوا انه من السهل يعني ان تصل القمة، ولكن من الصعب ان تبقى فيها. لكن هي الجزيرة يبدو انها قادرة على ان تبقى ان شاء الله وتواصل سيرها. يعني الشيء الثاني، احنا طبعا اذا كنا على الهواء اتمنى المشاهدين انهم يستمتعوا معنا ببرنامج هذه الليلة. حتى حاولنا ان ندرج بعض الاشياء التمثيلية شويه داخل، لعلها يعني تعمل شويه اجواء فنيه. سنتابع بالتاكيد. استاذ فاروق، ماذا تمثل لك الجزيره؟ ماذا تمثل لك الجزيره ونحن نحتفل اليوم بعيدها الـ20؟ يا اخي، يعني هناك من يقول بان مثلا بانك امضيت 20 عاما في الجزيره، ماذا تعني لك تجربه 20 عاما؟ اقول لهم بان 20 عاما ليست تجربه، بل هي مسيره حياه. ونقول بأن يعني هناك مثل يقول بأن النسر لا يثني جناحيه ما دام هناك قمة لم يصل إليها بعد. نحن مستمرون بإذنه تعالى في التألق وفي الصعود بإذن الله، ولن نقول بأننا وصلنا، وإذا قلنا أننا وصلنا فمعناته أن نحن فشلنا واستسلمنا. شكرا جزيلا إعلاميين الزميل الأستاذ سالم الجحوجي والأستاذ حياكم الله قاسم. ومشاهدينا الكرام، دقائق وتبدأ احتفالات الجزيرة بانطلاقتها الـ20. تغطيتنا مستمرة معكم، تفضلوا بالبقاء معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.